السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد او فلوغ جديد من جاست رايدين. الا كنت اول مره غادي تفرج في الفيديو ديالي، بيان سور ما تنساش ابوني قبل ما تخرج، كليك على داك الجرس باش يطلع لك نوتيفيكاسيون كل مره كنلوح فيهم شي فيديو جديد. وبيان سور الا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش خلي لنا شي لايك وشي كومونتير تكون فيه شي نصيحه ولا شي ملاحظه، وبارطاجي لي فيديو باش يلا نكبروا لا فامي جاست رايدين. لا فامي جاست رايدين، شكرا لكم بزاف على السوتيال ديالكم على السوبور ديالكم. في هذا الفلوغ هذا ان شاء الله غادي ندوي لكم على اشنو دارت ميريكان كدوله مع الشعب ديالها من المساعدات بعد هذا الفيروس كورونا. غادي ندوي لكم على الاخبار اللي كتداول دابا على قال جات ميريكان واحد النحله كبيره، وغادي ندوي لكم على الاخبار حتى هما ديال واش نيت بصح امريكا لقات الدواء الفيروس كورونا ولا لا. وغادي نقول لكم بعض كما تنقول حنا بعض الابديت على اشنو طاري هنايا في امريكا وبالاخص بالضبط في اورلاندو فلوريدا. بيان سور هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه معلومات بزاف، يعني غادي يكون بالاخص لهذوك الناس اللي تفكروا ان شاء الله يجيو امريكان ولا غادي يجيو امريكان غير باش يعرفوا الدوله اللي غادي يمشي اللي غادي يمشيو ليها والمساعدات اللي كدير مع الشعب ديالها. يلا نبداو الفلوغ ديالنا على بركة الله. اول حاجة غادي غادي ندوي عليها وهي اشنو دارت امريكان كدولة مع الشعب ديالها. كما قلت في الفلوغات اللي فاتوا، الدولة دارت بزاف الحوايج، منهم انه عطاونا 1200 دولار لكل ادولت، يعني كل واحد كبير خدام، يعني فايت 18 عام الفوق، يعني انا يوم مدام 1200 هي 2400 بلس زادونا 500 دولار للدري الصغير، يعني 500، يعني شحال جات 2900 دولار. هذه من جهه. ولعقلتو كنت قلت لكم بلا راه هذاك الويب سايت ديال الشوماج كان فيه المشاكل، ونيت باقي المشاكل حتى لحد الان راه نايضه الروينه، غير خلاها الله وصافي. كما قلت لكم غادي يديروا انفستيغيشن، غادي يشوفوا شنو طاري. اوكي الحمد لله. بون الحمد لله انه قبلوا لي انايا شخصيا، قبلوا لي الشوماج، يعني عطاوني 600 دولار، غادي تجيني 600 دولار كل سيمانه من هنايا حتى الفان جويي، بلس عندي واحد 241 دولار حتى هي غتجيني كل سيمانه، يعني اون توتال غادي نبدا نربح واحد 800 دولار وشي حاجه كل سيمانه. ولكن كما قلت لكم هذيك 600 دولار غير من هنايا حتى لجويي، ومن بعد غادي يبقاو يخلصونا غير 241 دولار جو بونس. نتمناو ان هذا الشيء يتقاد من هنايا لجويي. من ناحيه ديال المدام ما قبلوش ليها الشوماج، ولكن معهم كاينين جوج، كاينه هذيك 275 دولار من بعد تحيدوا لك الطاكسات وكل شيء، يعني تصبط لك 241، هذيك تتكون الشوماج ديال اللي دايرها الستيت، يعني الستيت ديال فلوريدا هي اللي دايره، والاخر دايرها الدوله سميتو بي يو اي، هذاك من بعد ابليكات عليه المدام والحمد لله قبلوها وعطاوها 600 دولار وزادوها واحد جو بونس شي 212 دولار، يعني حتى هي كتربح كل سيمانه 800 وشي حاجه، يعني اون توتال راه ولينا كنشدو ولينا كنربحو اكثر من داك الشيء اللي كنا كنربحو حنايا خدامين. الحمد لله فهمتي، مع فهمتي راه حنا محتاجين لهاد الفلوس هادو. دابا حاجه اخرى عاوتاني من المساعدات اللي دارت الدوله، وهو تنقول لهم هنايا فود ستامبس، يعني تعطيك مساعده باش تعاون على التقضيه ديالك. عمرنا على هذيك حتى هي والحمد لله قبلوا لينا. الشهر الاول هذا عطاونا 340 دولار، ومن بعد غادي تجينا 505 دولار من هنايا حتى لاكتوبر،
عشنا 505 دولار للشهر راه مزيانه حتى هي، غادي تعاوننا على التقضيه. وبون هذه غتكون غير على التقضيه اكشولي، ما فيها حتى شي حاجه، ما تقدرش تمشي زعما تاكل فيها، فهمتي، تغسل الفلوس ديالها في لي ريستورون ولا في الحوايج ولا شي حاجه، هادو سميتهم فود ستامبس. ومازال عاوتاني راهم دايرين، غادي يكون عندهم الا ما خفت نكذب هاد الجمعه هادي غادي يكون عندهم اجتماع، حيت باغيين يزيدوا عاوتاني الناس واحد 1200 دولار اخرى، حيت قالوا ان فهمتي، حيت راكم عارفين هنا في امريكا كاين لي ديموكرات وكاين لي ريبوبليكان، سو لي ديموكرات قالوا خاصنا نزيدوهم الفلوس واحد 2200 دولار عاوتاني كل ادولت بلس 500 دولار للتشايلد، كل دري صغير. يعني الا دازت من الخير ما غاديش نقول لهم لا، حيت اون فان كونط هذوك فلوسنا حنايا، حنا الشعب فهمتي اللي كنخلصوا الطاكسات وداكشي، يعني فهمتي الفلوس راه حنا محتاجينهم دابا، يعني خاصهم يعطيونا. anyway كما قلت لكم الا دازوا راه احسن حاجه، راه غادي يعاونونا عاوتاني اكثر، ونتمناو يقبلوها ويدوزوها. سو لي ديموكرات يقول فهمتي غادي يديروا الاجتماع وغادي يديروا الفوت باش يشوفوا شنو غادي يديروا. ثاني حاجه غادي ندوي عليها وغادي تكون بالاخص على ستيت ديال فلوريدا. الغوفرنور صافي راه حلوا، بداو تيحلوا فلوريدا، وراه كنت قلت لكم في الفلوغ اللي فات، راهم هاد الساعه داروا المرحله الاولى بداها، حيت غادي يديروا المرحله الاولى المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. دابا يلاه بداو في المرحله الاولى، حلوا فيها لي ريستورون 25% من كاباسيتي لداخل، وعلى برا خاصها تكون ليسباس ما بين كل طبله وطبله باش يديروا داكشي ديال السيفتي، وبيان سور السانيتايزين والمسيح، داكشي غادي يكون بزاف بزاف. ثاني حاجه حلو وهما الستورز، يعني كاع الحوانت الكبار اللي فيهم فهمتي تيبيعوا الحوايج، كيبيعوا الريحات اتسيتيرا اتسيتيرا، هذوك الكاباسيتي حتى هما ديالهم لداخل غادي تكون غير 25%، يعني المولات بداو تيحلوا. ثاني حاجه اللي ما كتبتها لكم في الفلوغ اللي فات لحقاش حتى الله ما قالوها، لي صالون ديال الكوافور راه محلو لا رجال لا عيالات، حتى هما محلو. اشنو عاوتاني، ديزني سبرينغز حلته هو ولكن حلو غير الثيرد باري. ثيرد باري يعني هذوك، حيت ديزني سبرينغز نعطيكم فهمتي باختصار، ديزني سبرينغز هو ديال ديزني ولكن الداخل فيه كاينين الناس اللي تيكونوا بحال تقول كاريين على ديزني، هادو تنسميوهم الثيرد باري، يعني هما اللي غادي يحلوا هاد الساعه هادي. اما كاع الحوانت ديال ديزني باقين سادين هاد الساعه، ما حالينش، يعني هادو حتى هما حلو فيهم دي ريستورون غادي يديروا الميم شوز 25% الكاباسيتي الانسايد والاوتسايد، خاصو يكون سبيس ما بين كل طبله وطبله، والحوانت كما قلت لكم ديال الحوايج واتسيتيرا غادي حتى هما 25% ديالهم غادي تكون لداخل. هادشي اللي كاين حتى لهاد الساعه هادي، باقيين ما قالوا حتى شي حاجه على لي سال ديال الميسكولاسيون ديال بزاف د الحوايج. هاد الساعه باقي ما قالوا لهم، باقي ما عطاو حتى شي اوردر باش يحلوا. وحاجه اخرى نسيت ما قلتهاش فهاد الري اوبنين، انه ديزني شانغاي راه حل، هذاك راح بدا من الاثنين، يعني كاع لي بارك هاد الساعه، يعني كاع لي بارك ديال ديزني ولا دي بارك اخرين غادي تيتسناو ويشوفوا كيفاش غادي تدوز القضيه تما. بعدا في الشانغاي في البارك ديال ديزني اللي كاين في الشانغاي غايشوفوها كيفاش غادي تكون، الا صدق داكشي مزيان اللي دايرين راه لي بارك غادي يقدروا يحلوا، نقدر نقول لكم في الاخر ديال جوان، يقدر يكون في جويه. ثالث حاجه غادي ندوي لكم عليها وهي جو سي با واش وصلاتكم شي اخبار تما في المغرب ولا في الفيسبوك ولا في الانترنت، بانه قالوا بان امريكان وصلتها واحد النحله كبيره. الاخبار بصح نيت ما فيها لا كذوب لا والو،
وصلت هنايا واحد النحلة كبيرة سميتها كيلر هارنت، فيها 5 سنتيمتر، صفرا هي، كبيرة بزاف. هي جات من آسيا، تتكون بزاف في آسيا وفي الهند. أول ما لقاوها لقاوها في واشنطن، يعني باقي هاد الساعة ما دواوش عليها بزاف، ولكن الناس اللي عندهم كيفاش يقولها، عرفتي دوك الناس المربيين ديال النحل، خايفين بزاف. علاش؟ حيت هي تتاتاكي هذوك النحلات، النحل دغيا، وتقدر تقتلهم في واحد فاش نقول لكم، نقدر نقول لكم في الدقائق صافي، تتقضي عليهم كاملين لحقاش تاخذهم وتسديهم هذيك، بحال نقولوا لولادها البيبيز ديال هذيك النحله هذه اللي سميتها كيلر هورنت، باش ياكلوها. وقالوا بانها الا فاتت قرصات الانسان تقدر تقتلو. سي فغي، الا قرصات راه تقتلو، ولكن الا تقرص بزاف المرات، يعني فهمتي. وقالوا انه احسن حاجه بالواحد يدير الا قرصاته دغيا يمشي بعدا يغسل بالماء باش يحيد داك السم، باش ما يدخلش ليه السم بزاف، ويمشي يدير واحد الثلج ويمشي يدير لهذا كما تقول لورجونس، هذه خاصو يديرها دغيا، حيت كاين بنادم راه كعرف تكون عنده لاليرجي من تخيل معايا غير النحله، بعد مرات كل واحد عنده لاليرجي منها، تتقر سرعه يديه ولا حنكو ولا وجهه ولا في الباصات، تتقر تكبر ليه، تتنفخ ليه دغيا. واخر حاجه غادي ندوي لكم عليها، وهي واش نيت بصح امريكان لقات الفاكسين كورونا. هاد الاخبار ديال الفاكسين باقا ما كايناش. الحاجه الوحيده اللي امريكان لقات وهي واحد الدواء اللي قالوا انه الناس اللي مرض بالفيروس كتحسن الوضعيه ديالهم من بعد 4 ايام. هذه هي الحاجه الوحيده اللي لقاو. وقالوا يعني باقي ماشي 100%، قالوا بالله غادي يقدروا يلقاو الفاكسين من هنا للاخر ديال العام ان شاء الله. نتمنوا هاد الهضره هذه تكون بصح، يعني هذا الشيء اللي قالوا. اما زعما باش ناكد لكم 100% ان امريكا لقات الفاكسين، هذه الهضره ما كايناش. وجا واحد الطبيب وقال لهم فهمتي، قال لهم راه اللي خصنا نديرو دابا، ما غاديش نبقاو سادين الامريكان في حاله هكا كامله، خاصنا نعيشوا مع هذا الفيروس هذا حتى نلقاو ليه الفاكسين ديالو. وبيان سور باش غادي نقدروا نعيشوا معه، وهو كما تقول لها هنايا، تقول لها سوشيال ديستانسين، يعني واحد 6 فيت من كل واحد، فهمتي، واحد لا ديستونس من واحد لواحد، تتخلي لي سباس بينك وبين واحد اخر. الماسك، نظاظر، الغسيلين ديال الغسيل ديال اليدين بالصابون ديما، السانيتايزر حتى هو خاصك تستعملو، وفهمتي ما تحكش يدك بزاف، وايمين ما تحكش وجهك بزاف، نيفاك، عينيك، ولا كنتي حاس براسك مريض غير بقى في الدار باش ما تعاديش ناس اخرين. هذا الشيء اللي قال لهم واحد الطبيب، وقال لهم خاصنا نعيشوا مع هاد الفيروس هذا حتى نلقاو ليه الفاكسين ديالو. واش غادي نقول لكم، نتمنوا هاد الشيء كامل يفوت وترجع الحياه كما كانت شحال هادي، وفي الحقيقه ماشي كما كانت شحال هادي، في لحقاش الحياه اللي كنا عايشين فيها شحال هادي ما حياه ما والو. نتمنوا نبداو شي حياه جديده وتكون حسن من هذيك اللي كنا عايشين شحال هادي. واحد حاجه اخرى عاوتاني اللي نسيت ما قلتهاش لكم، ان فهمتي هنايا غادي تجمع شويه القضيه على فلوريدا، الستيت ديال فلوريدا غادي تجمع عليه القضيه شويه، حيت في لو 1 جوان غادي تبدا هنا كما تقول، غادي تبدا السيزون ديال الهوريكين. يعني تخيل معايا الا فات تدخلات هذيك النحله لهنايا في فلوريدا، ديك الكيلر هورنت، تخيل معايا غادي تكون واش ما بينك، ما كما تنقولوا، ما حيلتك الفيروس كورونا، ما حيلتك هاد النحله هذه، ما حيلتك الهوريكين. واش غادي نقول لكم، الله يدير لي فيها الخير وصافي، ودعوات هادشي اللي كاين غير الدعوات.
يلا اخوتي اخواتاتي، تهلاو ليا في راسكم. نتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا شويه من هذه المعلومات هذه. وكما قلت لكم، الا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه كتبوها لي في لي كومونتير، ولا بغيتي دوي بريفي راه ديما تنخلي لكم الانستغرام ديالي، وبيان سور غادي نخليه لكم في في الديسكريبشنز. مرحبا بكم، الا عندكم شي سؤال ولا بغيتي دوي بزاف على بزاف الحوايج، بغيتي دوي بريفي مرحبا. وراك عارف الا ما جاوبتكش اليوم راه غادي نجاوبك من بعد، ولا غير غنكون تندير شي حاجه اخرى، ولكن راه الناس ديما كنجاوبهم في انستغرام. يلا اخوتي اخواتي، تهلاو ليا فروسكم، والله يعاونكم هاد الساعه حتى الفيديو جديد ان شاء الله. بيس.